ارتفاع آخر في سعر الدولار والعملات اليوم في البنوك المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الدولار والعملات في جمهورية مصر العربية في البنوك والسوق السوداء من قناتي أنا وحياتي، فضلا منكم وتكرم أخواتي. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الجمعة 11/10/2024، سعر اليورو اليوم في البنوك 53 جنيه 44 قرش، البيع 53 جنيه 94 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 95 قرش، البيع 13 جنيه 15 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 13 جنيه 24 قرش، البيع 13 جنيه 44 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 33 قرش، البيع 13 جنيه 53 قرش، سعر الدينار الكويتي 158 جنيه 66 قرش، البيع 163 جنيه 66 قرش، سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك 68 جنيه 62 قرش، البيع 70 جنيه 12 قرش، سعر الريال العماني اليوم في البنوك 126 جنيه 31 قرش، البيع 131 جنيه 31 قرش، سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك 129 جنيه 3 قروش، البيع 134 جنيه 3 قروش، سعر الدينار الليبي اليوم في البنوك 10 جنيه 17 قرش، البيع 10 جنيه 37 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك المصرية سجل 63 جنيه 73 قرش، البيع 64 جنيه 23 قرش، سعر الدولار الامريكي 48 جنيه 64 قرش، البيع 48 جنيه 88 قرش.